السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا بصور لكم من المحل العربي في شمال اوكلاند. طلع الفطاير بالفيتا والزعتر، حاجه كده روعه. فتحوا مؤخرا فرن بالحطب والنار والحاجات الجميله اللي احنا مفتقدينها، مكان شمال اوكلاند. شايفين الفطاير، الريحه طبعا مش قادره اقول لكم عامله ازاي. في حاجات تانية بيحضرها برضو، فطاير تانية. هو الكيتشن لسه مش كامل، بس ان هو اوريدي يعني بيشغلين فيه، لسه مفتتحين، ربنا يبارك لهم يا رب. في كمان بيعملوا كوبيبة، هنا دي تقريبا كوبيبة روز. وفي بقى برغل، كوبيبة برغل، جميع الكوبيبة بانواعها وحاجات كتير كتير ان شاء الله. في كمان هنا الدبس، حاجات كتير بقى، حمص وبابا غنوج وكان في لبنه وكان في حاجات كتير، بس اللبنه خلصت. في حاجات كتير وفول مدمس كمان قدام اهو، حاجات حلوه قوي يعني. وغير بقى طبعا الزيتونات المخلله وكده. انا كمان هدخل اوريكو الجروسري من جوه، المكان من جوه اللي فيه الحاجات نفسها. ما شاء الله عندهم تشكيله كبيره متنوعه. شايفين هنا حاجات كتير، وعيش طبعا العيش البلدي بتاعنا الجميل، البيتا اللبناني. خلينا ندخل كده اصور لكم المكان. ما شاء الله يعني منتجات كتير، عربي على تركي على يعني، وطبعا الخلطات بتاعت البهارات وكله. انا صورت المحل ده قبل كده، بس حاليا جددوه وعملوا حاجات كتير. وهنا الاجبان والسجق التركي، حاجات جميله قوي. والاجبان حتى كمان اجبان يوناني، حلوه قوي قوي قوي. وهنا بهارات برضو اكتر. حاجات جميله جدا. هنا بقى في فطاير برضو ومناقيش وحاجات حلوه يعني. اصلا ريحه الفرن والخبيز روعه، جميله 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 يعني. وهنا الملوخيه والورق العنب والباميه والخرشوف والقلقاس والحاجات بتاعتنا. هنا دي منتجات يوناني بس طبعا كلها حلال. وفي كمان كنافه حلوه جدا، دي من الكنافه الرفيعه اللي هي الجوده عاليه يعني، دي جايه من اليونان كمان. فيه طبعا المخللات والفول المدمس والبرغل، مكرونات، حاجات كتير وصلصات. وهنا كمان مخللات. هنا زيتون مخلل طبعا جاي من كذا مكان، وعصاير. وهنا زيتون، ريحة الحاجة اللي طالعة من الفرن بجد روعة جدا. هنا طحينة، بصوا كله موجود، والحلاوة الطحينية بأنواعها، سادة بالمكسرات، كان في بالشوكولاتة كمان. في طبعا حلويات والملبن، الحاجات دي كلها جميلة قوي، طعمها حلو يعني. أنا جربتهم قبل كده فعلا جمال جدا. حاجات كتير طبعا، التسالي موجودة. في مهلبية وكاسترد، حاجات بتاعت، بصوا كل اللي انتوا بتلاقوه هناك في بلادنا العربية موجود. اللب المصري بتاعنا عشان نقزقز اهو. انا باخد لي واحد، انا بعمل شوبينج معاكم بس برضو ايه افرجكم. بعد كده انا بكمل الشوبينج بتاعي. طبعا في مكسرات بقى اللي هي العادية نشتري بالكيلو يعني. وهنا برضو في شوية حلويات تانية. هنا دي القسم بتاع الحلويات. المكان موجود في 90 ويراو، عنده حاجات حلوة جدا. طبعا هم لسه بادئين الكيتشن بتاعهم او الفرن بتاعهم. حاجات برضو حلوة هنا، برضو حلويات وحاجات. هنا برضو الحاجات
اللي هي سيخ الشاوي وحاجات من دي برضو موجودة. طبعا للناس اللي بتشرب شيشة موجود برضو حاجات الزيوت والسمنة. المهم كنت اللي انا كنت عايزه اقوله لكم ان هم لسه بادئين الكيتشن بتاعهم، فهم دي الحاجات اللي لسه بادئين فيها، الفطاير والعيش التركي والحاجات دي كلها طبعا فريش، بتيجي تاخده طازه لسه طالع من الفرن يعني، فده الحلو. في منتجات كمان بسكو مصر موجوده، وهنا في تمر وحاجات كتير، والقهوه العربي بجد حاجات جميله قوي. عشان ايه في الاخر مش هتحسوا بالغربة، كله موجود. المكان كبير ما شاء الله، فيه حاجات كتير، فيه منتجات كتير. هوريكم هنا تاني، انا مش عايز الريحة بتاعت الفرن جميلة. شايفين هنا الدبس والحاجات دي روعة جدا ما شاء الله. والعيش التركي انا طبعا خدت منه لانه لسه سخن مصبر اهو جميل. انا جربته طبعا قبل كده، مش قادره اقول لكم كان رائع قد ايه. هنا وفي برضو شويه حلويات تانية، جميل قوي قوي قوي، ربنا يا رب يبارك لهم بجد. ده اللي فعلا كان ناقصنا في شمال اوكلاند، لان في اوريدي فرن في اوكلاند نفسها، في جنوب اوكلاند بيعمل برضو فطاير وحاجات من دي، فبس شمال اوكلاند ده اللي فعلا كان ناقصنا فيه. والعيش البلدي بتاعنا بيطلعوا كمان عيش تركي لسه بيطلع حلو قوي. فده باختصار المكان، عنوانه 90 وايراو اوكلاند. فانا قلت اعمل لكم تغطيه كده سريعه على الحاجات اللي موجوده، ويا رب اكون افدتكم ان شاء الله. السلام عليكم.